بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رايحين نعمل الآن مع بعض وصفة تحت طلب العديد من مشتركات قناتي تخص علاج ديدان الأمعاء، وهي وصفة مجربة وفعالة وبأشياء أو بشيء واحد متواجد في المطبخ بصفة يومية. أولاً تاخذي فص ثوم بقشره، فص ثوم يكون بقشره يكون متوسط الحجم، ومن الأفضل أن يكون الثوم الأحمر. اغرزي في شيء مثل هذا، ثم قومي بتسخينه على النار وهو بقشره هكذا يسخن على النار. قومي بشويه على النار حتى تحرق القشرة جيدا، ثم نزيله ونزيل القشرة. نزيل القشرة، تزال القشرة، وندهن هذا الفص. بعد ما تزيلي القشرة يدهن الفص بزيت الزيتون، يغمس بزيت الزيتون هكذا، ويكون فص الثوم هذا دافئ وليس ساخن. اغمسيه في زيت الزيتون ويكون فص الثوم هذا دافئ، ثم يوضع في فتحة الشرج أكرمكم الله ليلا قبل النوم، ليلا قبل النوم، وتداومي على هذه الطريقة لمدة شهر كامل. كل ليلة قبل النوم تقومي بنفس العمل، ثم في اليوم 29 تأخذي ملعقة صغيرة من عشبة السنة مكي متوفرة عند العطار أو اسمها السنة، وهي عبارة عن ملين للأمعاء، وتغليها لمدة 5 دقائق فقط، وتشرب الصبح على الريق، وإن شاء الله تخلصي نهائيا من مشكلة ديدان الأمعاء حتى وإن كانت الدودة الكبيرة. و بالنسبة للأسبوع الأول هذه تستخدم لمدة شهر مع مشروب السنة مكي. في أسبوع فقط هذه تستخدم الوصفة إذا كانت الديدان كبيرة، يعني الدودة الكبيرة أو الدودة الشريطية كما تسمى، أو إذا كانت ديدان بالنسبة للأطفال أو ديدان خفيفة. نقوم بشوي فص الثوم بهذه الطريقة، ويستخدم يوميا في الليل قبل النوم. ومع كل هذه الوصف تأخذي قشر الرمان مع الشيح، عشبة الشيح كما تسمى، الشيح الرومي أو الشيح العربي أو الشيح البلدي، هذا هو الشيح العربي. تغلي منهما بمقدار ملعقتان صغيرتان، تشرب كأس يوميا صباحا يوميا لمدة أسبوع فقط. يعمل هذا المشروب كمطهر للأمعاء، يطهر الأمعاء ويخلص من ديدان البطن بإذن الله. أنصحك بالاستمرار في تناول هذا المشروب حتى تتخلصي من الديدان، ولا تنسوا أبدا الدعاء، فبالدعاء يرفع الله كل بلاء. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الوصفة ونالت رضاكم. لا تنسوا لأفضل الوصفات والخلطات لا تنسوا زيارة قناتي والاشتراك فيها ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في وصفة أخرى جديدة ومفيدة، وأتمنى أن يكون
الموضوع لهذا اليوم مفيد لجميع من طلبها مني. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.